ما كناش نتمنى ان يحصل حاجه زي كده، ولكن حاجه يمكن نكون احنا ما كناش نتمنى ان يحصل حاجه زي كده، ولكن المقادير بتعمل او الاقدار بتعمل اعمالها يعني او افعالها. فاحنا لكن هي شاورت او اكدت نبهت على الدور الكبير والاهميه الكبيره جدا لواقع بقى له 160 سنه تقريبا. يعني احنا 1869 النهارده، يعني ممكن نقول 150 160 سنه قناه السويس دي ترسخت في وجدان صناعه التجاره العالميه كده. فهي بس حبلت في ظل الكلام اللي بيتقال كتير عن يعني عن بدائل وكلام من هذا القبيل. لا لا، ده مرفق عالمي للتجارة الدولية، وبقول ترسخ في أفكار ووجدان الصناعة ديت في العالم كله. 12-13% من حجم التجارة بيتنقل عندكم. فأنا بس عايز أقول إن يمكن رب ضارة النافعة في إن هو قال للناس خلي بالكم، لا قناة السويس إن شاء الله قادرة وباقية ومنافسة جدا جدا، وإحنا مش مبطلين. ولو جت فرصة إن إحنا نتكلم هنقول لا، إحنا مصر بتعمل جهد في أمور أخرى جبارة جدا. إحنا بنربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، قول يا دكتور مصطفى. لا 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 لا، إحنا مش بنقول هنعمل، إحنا هنفتتح خلاص إن شاء الله يعني. اتفضلوا استراحوا.